يقولون غريب الليل عن شمسي والاغرب انه النسر يبقى بسيس الاغراب ياما يا شعبي وديرتي زوروا يا شعبي وديرتي زوروا على الاغراب اللي يرجع النسر زين الفضاء عيني. تحية إلى الأخ سمير. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لن أتحدث كثيرا لأنني تعودت أن أختصر، لذلك العدو حكم علي 542 سنة لأني ما بحب أحكي كثير. الآن باختصار شديد، الذين يهتفون لسوريا اطمئنوا، الجيش العربي السوري يسحب فلول الإرهابيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الذي نهتف الليلة لفلسطين، الليلة فقط نهتف لفلسطين، نهتف لفلسطين الليلة، الليلة نهتف لفلسطين فقط. ثانيا، أن فلسطين وشعب فلسطين هو شعب مضحي وعظيم ولديه مخزون هائل من الاستشهاديين، لكن ما ينقص هذا الشعب الفلسطيني هو قيادة جريئة حكيمة تستطيع أن تقود هذا الشعب نحو الانتصار. إن علة هذا الشعب هو في قيادته. وأقول لغزة، لا تنسي يا غزة إن من نصرك هي صواريخ سورية. ولا تنسي يا غزة إن من احتضن ثوارك هي أبواب دمشق. والمرجلينا شامينا فرجي وهي مزينة زينوا المرجي، والمرجلينا شامينا فرجي وهي مزينة. في يوم الأقصى ويوم القدس ويوم فلسطين، أنا كإنسان قادم من فلسطين بعد أن أمضيت 30 عاما في سجونها وفوق أرضها، وبعد أن تشرفت بتنفيذ عملية في شمالها، أقول لكم أن الشعب الفلسطيني هو اليوم أكثر حاجة، وهو بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الوقوف معه. بعد أن أتيت إلى تونس في هذين اليومين الماضيين، وجدت أن هذا الشعب يستحق أن يكون له مكانة مرموقة في إطار هذه القضية. من هنا اسمحوا لي أن أناشد في هذا اليوم باسم دماء فلسطين، باسم الأسرى، باسم دماؤنا التي سفكت في فلسطين، أناشد قيادة هذا البلد الشيخ راشد الغنوشي أن يخرج في يوم القدس ويعلن أن تونس ستقف رأس حربة لسحق الاستعمار في هذه المنطقة. تجريم التطبيع، تجريم التطبيع. صدقوني، إذا خرج الشيخ الغنوشي في يوم القدس وأعلن أن تونس الثورة هي رأس حربة في مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، سنقف جميعنا وراء هذا الشيخ القائد. اليوم أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم وبوضوح، اسمحوا لي أن أقول لكم وبوضوح، أنتم شعب تستحقون أن تترجم مشاعركم وانتمائكم إلى فلسطين موقفا سياسيا رسميا تونسيا. من هنا أقول لكم أن هذه الثورة يجب أن تتطور حتى تصل إلى مرحلة تصبح فيه تونس القائدة في هذه المنطقة لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني ولسحق الصهاينة في فلسطين. هذا الشعب يستحق هذه الموقع، هذا الشعب يستحق هذه القيادة التي تقوده بهذا الاتجاه.
أنا اليوم أحييكم، أحيي ثوركم، أحيي نضالكم، أحيي شهداءكم، وأقول لكم في هذا البلد يحيى عبد الناصر، ويحيى وتحيا كل الرموز الوطنية والقومية. في وقت الأسف، في وقت الكثير من البلدان قد غاب تراثنا الوطني والقومي والجهادي والنضالي. باختصار سريع جدا، دعوة إلى أن تأخذ تونس دورها في التعبير عن مشاعر شعبها ووعي شعبها وثقافة شعبها في قيادة الحراك المواجه للاستعمار الأمريكي في هذه المنطقة. الدعوة الثانية أن ينتفض الشعب الفلسطيني ويختار قيادة جديدة تقوده نحو النصر. والتعبير الأخير، لا تخشوا من القادم، القادم هو لمصلحتها، القادم هو لمصلحتها. ما يحدث في سوريا هو مخاض مهم جدا، وتأكدوا أن هذه الشعوب المضللة اليوم وهؤلاء الشباب المضللين اليوم سيكتشفون عاجلا أم آجلا أنه أينما حلت رائحة النتانة يكون الدولار السعودي. والسلام عليكم. لا قواعد عسكرية على الأراضي العربية، لا قواعد أمريكية على الأراضي التونسية، لا قواعد أمريكية على الأراضي التونسية، لا قواعد أمريكية على الأراضي العربية. عندما نتحدث عن القدس